هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، بس بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في نشاط للرياح على كافة الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن استقرار نسبي في احوال الجو، يعني اعتقد ان درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية. طمنين اخبار الجو النهاردة. بالفعل يمكن احنا مكملين اليوم الاربعاء باستقرار في الاحوال الجوية. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تستمر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، لان ما زلنا بنتاثر بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحمل جزء من اشعه الشمس، فتساعد على عدم ارتفاع قيم درجات الحراره. بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه، معظم الكتل الهوائيه الشماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الكتل دي معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها. ده اللي هيخلي ان احنا فتره النهار بنحس بالاجواء الربيعيه الحرة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأيضا كمان المناطق الجنوبية قيم درجات الحرارة فيها منخفضة وأجواءها تستمر حرة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وده كمان بيكون في وقت النهار وقت الظهيرة تحديدا مع وجود شديد الإشعاع الشمس. لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل ما زالت البرودة موجودة معانا في الجو، خاصة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات الشمالية، خاصة كمان المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. ننوه النهارده يمكن احنا أصدرنا تحذيراتنا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، سرعات الرياح بتتجاوز 70 كيلو متر على الساعة، فبالتالي ارتفاع أمواج ما بين 2.5 إلى 4.5 متر. خليج السويس، خليج العقبة والبحر الأحمر غير مؤهلين تماما لأي أعمال صيد أو ملاحة بحرية أو حتى كمان أعمال تنزه، لازم ناخد بالنا بقدر الإمكان. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، لكن هيكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، يعني الأتربة والرمال المثارة هتبقى موجودة في المناطق الجنوبية فقط، مفيش أي أتربة ورمال مثارة في مناطق من القاهرة الكبرى. يمكن إحنا فترة الصباح الباكر شفنا الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي شبورة مائية خفيفة بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، ما بتأثرش تماما على حركة المرور. من بكرة إن شاء الله الخميس تبدأ معنا موجة من موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة، لأن التوزيعات الضغطية هتختلف، هيأثر علينا مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والأجواء المشمسة بشكل كبير، ومصادر الكتل الهوائية الصحراوية هتبدأ من بكرة الخميس وتستمر معنا كمان على مدار الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، وفيها العظمى على القاهرة الكبرى تتجاوز 36 درجة مئوية، ده الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، والأجواء هتبقى أجواء ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة، ده فترات النهار، وهنحس كمان بالتحسن فترات الليل. نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، ومهم كمان إن احنا مع ارتفاع قيم درجات الحرارة اللي هتبدأ معانا من بكرة تستمر معانا على مدار الأسبوع اللي جاي، نبتعد تماما عن أشعة الشمس بشكل مباشر، نتجنب أشعة الشمس بشكل مباشر، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ومهم كمان ناخد بالنا من نوعية الملابس على الأقل في 48 ساعة اللي جاية، لأن البرودة لسه موجودة معانا فترة الليل. يعني ارتفاعات درجة الحرارة يا دكتورة منار ابتداء من بكرة ولا من يوم الجمعة؟ هي هتبدأ تدريجيا من بكرة، يعني احنا بكرة الخميس ان شاء الله العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية، فهتكون بارتفاع 3 درجات عن اليوم، ومزيد بقى من الارتفاعات كل يوم، يعني يوم الجمعة هتزيد اكتر مع بداية الاسبوع اللي جاي توصل ل 36 درجة مئوية، فبداية احساسنا بالارتفاع هيكون من بكرة ان شاء الله بشكل تدريجي في معظم محافظات الجمهورية. احنا عندنا العظمى على محافظات الصعيد هتوصل ل 42 محافظات هذا قيم درجات الحرارة، يمكن الموجة دي هتطول معانا لأنها هتبدأ من بكرة بشكل تدريجي وتستمر معانا على مدار الأسبوع المقبل كله. طيب حضرتك كنت نويتي إن احنا ما نخففش الملابس بالليل لأنه يعني لسه في يعني برودة إلى حد ما بالليل، ده برضو الأسبوع الجاي ولا الأسبوع الجاي هيبقى درجات الحرارة بالليل مرتفعة إلى حد ما؟
لا احنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، يمكن احنا مع بدايه يوم السبت هتبدا الصغرى فتره الليل ترتفع، تبدا تتجاوز ال 20 درجه مئويه، تبدا البروده تختفي خلال فترات الليل، فساعتها هنبدا نقول اول ما نحس ان قيم درجات الحراره فتره الليل مرتفعه احنا نرتدي الملابس الصيفيه فتره النهار وفترات الليل. لكن لسه على الاقل نهايه الاسبوع ده، يعني لسه معانا الخميس والجمعه البروده موجوده معانا فتره الليل، الصغرى فتره الليل اقل من ال 20 درجه مئويه، فهنخلي بالنا من نوعيه الملابس لحد نهايه الاسبوع. مع بدايه الاسبوع اللي جاي اول ما نبدا نحس بقيم درجات الحراره الصغرى مرتفعه، وهي ترتفع باذن الله مع ارتفاع قيم درجات الحراره، نبدا نرتدي الملابس الصيفيه، ومش هيكون في اي اشكاليه من نوعيه الملابس. لكن التحذيرات اللي هتبدا بقى اللي هو طبعا عدم التعرض لاشعه الشمس، لان احنا قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره الظل في الظل محسوسه، يعني صحيح في الظل المواطن هيحسها نتيجه تعرضه لاشعه الشمس هتبقى اعلى من القيم دي. فبقدر الامكان عشان ما نحسش بارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير، لازم نبتعد عن اشعه الشمس بشكل مباشر خلال فتره الظهيره، بلاش الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله، دايما يكون معايا غطاء للاضاءة يحميني من اشعه الشمس، وطبعا ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، لانها موجه طويله وطول الموجه دايما بيخلينا احس اكثر بارتفاع قيم درجات الحراره. نصائح مهمة جدا، وأكيد هنتابع مع حضرتك. بنشكر حضرتك دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى هتكون 30 والصغرى 19، وأما العاصمة الإدارية 31-17، الإسكندرية 26-16، العلمين الجديدة 25-15، مطروح 25-16، دمياط 25-16 أيضا، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 30-17. في السويس العظمى هتكون 30 والصغرى 16، وفي العريش 26-17، كاترين 25-12، وطابة 27-19، حلايب 29-20، وشلاتين 32-21، شرم الشيخ 32-22، أيضا الغردقة 32-22. في الفيوم العظمى 30 والصغرى 17، أيضا بني سويف 30-17، الوادي الجديد 34-20، أسيوط 32-17، سوهاج 32-20، إنا 34-22، الأقصر 35-21، وأسوان 35-22. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمنى ومصطفى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا يا هلا.